المورد الثامن عشر الكامل جزء التاسع في صفحة 472 ثم دخلت سنة 79 و579 هجري قال ابن الأثير ذكروا ملك صلاح الدين حلب في هذه السنة سار صلاح الدين من عين تاب إلى حلب فنزل عليها في المحرم أيضا في الميدان الأخضر واقام بها عده ايام ثم انتقل الى جبل جوشن فنزل باعلاه واظهر انه يريد ان يبني مساكن له ولاصحابه وعساكره. واقام عليها اياما والقتال بين العسكرين كل يوم، كل يوم يوجد قتال بين اهل حلب وبين عساكر صلاح الدين. وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي ابن بن مودود بن زنكي ومعه العسكر النوري وهم مجدون في القتال فلما رأى كثرة الخرج كأنه شح بالمال فحضر يوما عنده بعض أجناده وطلبوا منه شيئا فاعتذر بقلة المال عنده فلما رأى عماد الدين كثرة الخرج كأنه شح بالمال فحضر يوما عنده بعض أجناده وطلبوا منه شيئا فاعتذر بقله المال عنده، فقال له بعضهم: من يريد ان يحفظ مثل حلب يخرج الاموال ولو باع حليا نسائه، فمال حينئذ الى تسليم حلب واخذ العوض منها، لاحظ كلها عباره عن قضيه ماليه، عباره عن منصب، عباره عن اموال، عباره عن سلطه، لا يوجد دين. لا يوجد دين، لا يوجد اخلاق، لا يوجد عروبه، لا يوجد قوميه. لا يوجد وطنيه اموال في اموال، مناصب في مناصب. يقول وارسل مع الامير طمان الياروقي وارسل مع الامير طمان الياروقي فقرر قاعده الصلح على ان يسلم عماد الدين حلب الى صلاح الدين وياخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقه وسروج وجرت وجرت اليمين على ذلك يقول ابن الاثير يقول وباعها اي عماد الدين يقول باع حلب وباعها باوكس الاثمان اعطى حصنا مثل حلب واخذ عوضها قرى ومزارع فنزل عنها ثامن عشر صفر تسلمها صلاح الدين فعجب الناس كلهم من ذلك وقبحوا ما اتى حتى ان بعض عامه حلب احضر اجانه وماء وناداه اي نادى عماد الدين قال له انت لا يصلح لك الملك وانما يصلح لك ان تغسل الثياب واسمعوه المكروه وسار عماد الدين الى البلاد التي اعطيها عوضا عن حلب فتسلمها واخذ صلاح الدين حلب واستقر الحال بينهما ان عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين بنفسه وعسكره إذا استدعاه لا يحتاج بحجة المورد التاسع عشر حصار الموصل مرة ثانية المورد التاسع عشر حصار الموصل مرة ثانية في الكامل جزء عشر صفحة خمسة وما بعدها قال ابن الأثير ثم دخلت سنة احدى وثمانين وخمسمائة دخلت سنة خمسمائة واحد وثمانين ذكر عصر صلاح الدين الموصل ورحيله عنها لوفاة شاه ارمن يقول ابن الاثير في هذه السنة حصر حصر صلاح الدين يوسف بن ايوب الموصل مرة ثانية وكان مسيره من دمشق في ذي القعده من السنه الماضيه فعبر الى ارض الجزيره فلما وصل حران قبض على مظفر الدين كوكبري الذي كان صلاح الدين سبب ملكه اي سبب ملك مظفر كوكبري الديار الجزريه وسبب قبضه عليه ان مظفر كوكبري كان يراسل صلاح الدين كل وقت ويشير عليه بقصد الموصل ويحسن له ذلك ويقوي طمعه حتى إنه بذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينار أقول ما هذه رشوة رشا أو هدية أو شيء آخر وكيف يستجيب له صلاح, صلاح الدين فيحرك جيشه ويخاطر بالمسلمين وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم نزولا لرغبة مظفر وللخمسين الف دينار التي بذلها يقول ابن الأثير فلما وصل صلاح الدين إلى حران لم يفي له بما بذل من المال وأنكر ذلك فقبض عليه ووكل به ثم أطلقه وإنما أطلقه لأن خاف لأنه خاف انحراف الناس، وإنما أطلقه لأنه خاف انحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية